السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يحيى حسام الدين من قناة رحلة معاه. بعد النهاردة مع الحلقة الثالثة من سلسلتنا مع علماء مستكشفون، بعد النهاردة مع عالم مشهور جدا، بعد النهاردة مع إسحاق نيوتن. علشان ما نطولش عليكم يلا بينا نبدأ. إسحاق نيوتن اتولد في يناير عام 1643 في إنجلترا. إسحاق نيوتن والده كان مزارع ومات قبل ولادته بثلاث شهور، ووالدته اتزوجت بعد وفاة أبوه. اتربى ببيت جدته والتحق بالمدرسة، وبعد ما رجع لبيت والدته بعد وفاة جوزها الثاني منعته من المدرسة. إسحاق نيوتن كان ولد ذكي جدا، وده كان سبب اللي خلى أحد المعلمين يروح لوالدته ويقنعها بإكمال نيوتن لدراسته. في فترة المدرسة أثبت نيوتن نفسه كأفضل واحد في المدرسة بتاعته والمدارس المجاورة. التحق نيوتن بترينيتي كوليدج في جامعة كامبريدج سنة 1661، وبسبب الفقر التحق نيوتن بنظام المصاريف الأقل للكلية والعمل لتغطية باقي النفقات. في وقت دراسته في الجامعة ظهر نبوغ وتفوق جدا لنيوتن، وده اللي خلاه ينهي الجامعة في سنة 1664. بعد فترة الكلية أغلقت أوروبا بالكامل، وده بسبب الطاعون الأسود واللي ضرب أوروبا كلها بالكامل، وده السبب اللي خلى نيوتن يرجع لبيت والدته والمزرعة. في المزرعة بقى كانت أول ملاحظات نيوتن، واللي بسببها دلوقتي العالم كله دايخ بسبب الفيزياء. الاخ نيوتن وقعت على دماغه تفاحة، وبدل ما ياكلها ويسكت قعد يفكر هي ليه نزلت لتحت مش العكس. القوة الخفية اللي جذبت التفاحة الارض اخدت كل انتباه نيوتن، بدأ يربطها في كل حاجة، حتى انه فكر هل ليها علاقة بدوران القمر حول الارض ولا لا. بعد دراسة وطول ملاحظة وضع نيوتن اول نظريات، وهي نظرية الجاذبية الكونية، واللي أثبت من خلالها سير توازن الكون وحركته. نيوتن بعدها توصل لقوانين الحركة اللي هي laws of motion، واللي أشهرها القانون الأول، واللي كان لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. كل اكتشافات نيوتن دي كانت أثناء وجوده في بيت والدته والمزرعة، وما نشرش عنها أي حاجة إلا بعد ظهور كتاب أسس الرياضيات في سنة 1687. إسحاق نيوتن يعتبر مؤسس علم التفاضل والتكامل، وده بسبب إسهاماته الكتيرة جدا في الرياضيات. الإسهامات الكتير دي كانت سبب في حلول المسائل الرياضية المعقدة واللي كانت صعبة على الناس. كمان إسحاق نيوتن كان ليه اكتشافات كتيرة في علم الضوء والبصريات، وهو كمان اللي اكتشف ألوان الطيف، وكمان هو أول من استخدم المنشور الزجاجي، واستخدم المرايات العاكسة في التلسكوب بدل العدسات. إسحاق نيوتن في أواخر أيامه اهتم بدراسة المواد والتفاعلات الكيميائية، وبعض العلماء بيقولوا إن سبب تصرفاته الغريبة دي قبل مماته كانت بسبب الزئبق اللي كان بيستخدمه في الكيمياء. حياة إسحاق نيوتن ما كانتش في العلم بس، ده كان ليه كتب في الدين المسيحي وكمان الفلسفة. إسحاق نيوتن كان بينسب دايما الفضل لأهله، وكانش بينسب لنفسه حاجة هو ما عملهاش، وكان دايما بيقول لو أنا توصلت لشيء ده لأني كنت بقف على أكتاف العمالقة، يعني أنا بستفيد من علوم الأقدمين. توفي إسحاق نيوتن سنة 1727 ولم يتزوج، وصرف معظم أمواله على العلم وأقربائه. لغاية هنا حلقتنا خلصت، بس المعلومات ما بتخلص، والعلماء والمستكشفين أكتر مما نتخيل، ووعد بلقاء في المرة الجاية. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك وشير، والسلام عليكم.